طب ليه رديتي مثلا سلافة وخرجي؟ كان ليها تصريح كده عن الجنة والنار، وبتقول إنه ربنا ألطف وأكرم من إنه يكون عنده نار وكذا. طلعتي رديتي عليها رد صاروخي. أنا قلت إيه؟ قلتي ده تهريج اللي بتقوله ده، أنت اللي بتقوليه ده هو تهريج. هو حقيقي تهريج، لأنه الجنة مذكورة في القرآن والنار مذكورة في القرآن، بس هي بتجتهد حتى ده مذكور في القرآن غلط. والقرآن لا يتبدل، يعني هو ما بيتغيرش. هي بتقول ان المعنى رمزي، كانت بتقول ان المعنى رمزي. ما ينفعش، انت عارفه انا قصدي ايه؟ نلعب في معاني. عارفه انا قصدي ايه؟ يعني انا قصدي دينا بتدوق مر الحكم عليها او لا 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 عليها. احنا فنانين، ما ينفعش تطلعي تصريح منافي للدين، يعني ما ينفعش. احسن لك ما تتدخليش خالص، يعني ما تقوليش حاجه خالص ليها علاقه بالدين. عارفه قولي، مش عارفة ما تقوليش. المفتي بقى يقول يستضيفه شيخ ينزل تصريح، انت مالكيش دعوة. إنما أنا ما بقولش حاجة، أنا بقول أنا ما دعاء على نفسي، يعني أنا حرة. لما تكلمي عن الصدقات فيطلع رجل دين يقول أموال الراقصة حرام، أنت بتحسي بإيه؟ بتشوفي ده إزاي؟ لا هو حر، هو عمال بيفتي في حاجات كتير. طب ما طلع قال عليا قبل كده خنفة، وطلعت قلت لو شيخ بيعيب حاجة في خلقة ربنا يبقى أنا أعتبره شيخ إزاي؟ يعني أنا ما أقدرش أعتبر شيخ إنه شيخ وهو بيعيب في خلقة الخالق. وبعدين أنا مش خنفة، ما أنا بتكلم معاكي بقالي ساعة، أنا مش لا خنفة. أنتي مش خنفة أكذب؟ قال عليا خنفة. لا مش خنفة. بتتعاملي أحياناً مع ممكن زملاء أو ناس في نفس المجال اللي بتشتغلي فيه، ممكن تلاقي حد منهم الصبح بيقابلك بيسلم عليكي ويبقى سعيد جداً إنه شافك، وبالليل ممكن يطلع على شاشة يهاجمك أو يهاجم الراقصات. مين؟ بتتعاملي معهم إزاي؟ الناس اللي كده بوشين دول بتتعاملي معهم إزاي؟ دول لازم تعرفتي قصدي على مين صح؟ دول لازم تشيليهم من حياتك. يعني لازم كأنهم معدوش، لازم تلغيهم تماماً دول. اللي يقدر يقول الكلمة في وشك هو ده الرجل الأمين. صحيح. الناس دي لازم تعملي عليهم كروس وتقومي متخريهم كده عشان تعرفي تكلمي. أصل أنا شفت ده، أنا حضرت الموقف ده. يعني شفت لما قبلك سلم عليكي إزاي، وشفت تاني يوم بالليل في برنامجه اتكلم على الراقصات إزاي. أنا عرفت على طول أنت تقصدي. لا 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 لا، دول ناس عايزين يمشوا حالهم. يعني إذا كان شتمتك في منها منفعة نشتمك النهاردة، وبعدين لما نشوفك نقول لك أسفين عادي. وعلى صعيد آخر، لو صدقتك في منها منفعة نصدقك النهاردة؟ أيوة، في ناس كده طبعا. لو صحبيتك هيجي منها من وراها منفعة، أوكي أنا موجود. مش مفيش منفعة سلامه عليك.